اليوم بدأت الساعة 7 إجراء العملية الانتخابية والناس بدأت يعني تتدفق الانسيابية والمراكز المركز كله حاضر وهذا المركز يحتوي على 7 محطات كل محطة تقريبا لـ 400-450 ناخب ينتخبها في كل محطة وهناك أكيد المراقبين المشرفين دوليين ومنظمات مجتمع مدني موجود الإعلام وال كادر المفوضين موجودين وبدأت العملية الحمد لله بنجاح وهذا أطلب من كل المواطنين أنه يشاركون بحقهم هذا لأن هذا حق وواجب مثلا هو واجب وطني وحق اللي حتى تتحقق واجباتك لازم يعني تمارس حقوقه وهذه ممارسة الحقوق هي من صلب العملية الديمقراطية ونحن بحاجة إذا أنه نرسخ الديمقراطية لازم ننتخب والله زياتر امان جم اويا كا بيويستا لم ولات يميا طبعا كسي شي عراقيين وكردستانيين ابي دنگ بي كان دنگك ضروره نبي بمينين ولا مالو بلين ولا ناشين بابشين اما شو ضروره بو ولات كش مانو بو خوش مان جا من دوام اوه العراق شو كردستانيش براستي رقبن شو خلق باجي او اياك امان هيش رقني براستي هو دان ام دنگ داني ام جارا كردستاني شو عراقيش رأيك بنو هيش شاشي نميني